بأنواعه وألوانه المختلفة يتربع الجبن التعزي على هذه الرفوف بانتظار عشرات المتسوقين ممن يرتادون هذا السوق باستمرار ومنذ زمن طويل. سوق الشنيني أقدم الأسواق الشعبية في مدينة تعز وأحد أشهر أسواق الجبن فيها. يصل الجبن التعزي إليه بهذه الأطباق وبشكله النهائي بعد رحلة طويلة من ريف تعز. فهذا الجبن وحتى الآن ما زال يصنع بطريقة تقليدية متوارثة من جيل لآخر. تبدأ من حليب الماعز المخلوط بحليب الأبقار بالإضافة لمادة اللفح التي تؤخذ من معدة صغار الغنم لتسرع من عملية التجبن، وعند تماسكها تعرض لدخان الجمر والأشجار في عملية تسمى الكباء. الجبن البلدي كما يسميه الناس هنا، وبالرغم من الأجبان المستوردة التي تزدحم بها الأسواق، ظل النوع المفضل دون منافس لدى أهالي تعز والأكثر رواجاً حتى خارجها. فلا يجد الزائر لمدينة تعز أفضل من الجبن البلدي يقدمه كهدية، لما يمتاز به من مذاق مميز وقيمة غذائية جعله مطلوباً حتى خارج اليمن. العوشقي، الهاملي والضبابي مسميات لبعض من أنواع الجبن التي ووفقاً لها لا تحدد أسعاره فحسب، بل حتى طريقة أكله. فهناك أنواع تؤكل منفردة أو بالخبز، بينما هناك أنواع أخرى تهرس ليصنع منها سحاوق الجبن. الوالد كان يشغل به، فصرت أنا بعده. وهذا قبل عوشقي، في قبل عوشقي، في قاحزي، في هاملي، في ضبابي، في أنواع الجبن. وعني دخلوا تقول لي اشتغل لك من أول، الطريق مسهلة له، المواصلات من ناحية البيع والشراء كان حركة موجودة، الثلاجات والكهرباء كانت تعمل دور. يعني الواحد لما كان يعني يطلب الله بالأسبوع 4 مرات تروح تديه، لأن بالأسبوع مرة واحدة. هي حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع التي لم تبقي على شيء في هذه المدينة إلا طالت، فحتى صناعة الأجبان التي صمدت لقرابة ربع قرن تأثرت بتداعيات تلك الحرب.